الأعمى الملكية. مكتوب هنا بدرور عظيم أن اختار لإله أمون. لذا ها هو ضريح فرعون، يبدو أنه لم يمس. وهذا الفرعون معروف باسمه اليوناني سوسنس الأول. بالنسبة له تلك سوسنس معلم الغامضة، أحد نسل الفراعنة الذين لم يكن وقتهم أو حياتهم أمرا مفهوما بالكامل. في الفترة المتوسطة التي استمرت لأكثر من 500 عام، حيث كانت القوة مقسمة، حكمت سوسنس قرابة بداية هذه الحقبة الفوضوية. كان قد حكم شمال مصر من هنا سوسنس، لكن القوة والثروة الحقيقيتين امتدتا حتى الجنوب في عاصمة طيبة القديمة. قوانين طيبة موثقة جيدا من خلال الآثار والكنوز التي خلفوها وراءهم. لكن من كان أولئك الملوك الشماليون؟ هل كانوا قادة عسكريين عاديين أم فراعنة مهمين في مكان ما في التاريخ؟ إن كان معبد سوسنس غير ممسوس بالفعل، فيمكن لمونتيه إذا من هو إحدى الفراغات الكبيرة الموجودة في تاريخ مصر. ما تزال بوابة غرفة الضريح مغلقة بقطعة كبيرة من الجرانيت الصلب. يتطلب الأمر 6 أيام من العمل الشاق لكسر هذه القطعة إلى أجزاء حتى يتمكن مونتيه في النهاية من دخول المعبد نفسه. هذا كل ما تمناه. قال مونتي ان الضريح كان مليئا بالاعاجيب كتلك التي في الف ليله وليله. كان على ارض الضريح مباشره تماثيل صغيره وأحجار كريمة ومعادن ثمينة. يعرف مونتيه بأنه أول من يلمس هذه الكنوز منذ تم وضعها قبل 3000 سنة. تظهر هذه الصور التي التقطت بعد دخول مونتيه بلحظات ما رآه بالضبط. لم يكن هناك أي أثر بعد لأي مومياء أو نعش، فهي تكون مستلقية كما هو معقود في الأضرحة الفرعونية داخل ناقوس حجري ضخم يملأ الغرفة تقريبا. إنه منحنى ومغطى بالكتابات الهيروغليفية. الغطاء الضخم معروض الآن هنا في المتحف المصري. لكن هذا ثمة ناقوس آخر منحنى بنقوشات كثيرة أيضا. توجب على مونتيه وفريقه فتح هذه النواويس الغانيتية لكشف العرش الفراعنة الفعلي. عندما انتشر خبر الاكتشافات، قيل لمونتيه إن هناك طريقا مهما للغاية سيزوره. إنه ملك مصر بنفسه. كان الملك فاروق يدعم بعثات مونتيه ويطلع على كل جديد يقوم به المستكشفون. وافق مونتيه على ترك اهم اكتشاف وهو نعش سوسنس مغلقا الى حين حضور الملك نفسه ليرى الاكتشاف المذهل. يظهر الاطار توقيع رجل كان ملك مصر قبل 3000 سنة. لكن الملك فاروق كان يريد رؤية الكنز وليس النقوش. لقد وعد بشيء فريد لا يشبه أبدا أي شيء رآه في عمليات التنقيب الأخرى السابقة. تعدي فريدا تا. ولم يكن فاروق.